بعد 15 عاما من الخبرات والدورات في التنمية البشرية، لجأت أحلام خضرة ذات 42 عاما لفتح مشروع صغير لها يمكنها من مساعدة زوجها في تكاليف الحياة. تعد أحلام القهوة والحلويات على أنغام الموسيقى والأغاني المصرية القديمة، وتأمل نجاح مشروعها وتوسيعه ليشمل وجبات الطعام لزائريه. كل الخبرات اللي عندي برضو ما قدرت أني أوفر يعني مصدر دخل جيد بحكم قلة الوظائف وكثرة البطالة، فلجأت للمشروع الخاص لأنه هو الأفضل حاليا، الخيار الأفضل نتيجة لعدم توفر الوظائف في قطاع غزة وكثرة البطالة. خلال السنوات الأخيرة لجأت الكثير من الفتيات لفتح مشاريع صغيرة لتوفير مصدر دخل لهن في ظل انعدام الفرص، وتشير بعض الإحصاءات أن النساء في قطاع غزة يعانين من هشاشة وضعف في الحصول على عمل وبحاجة لتمكينهن اقتصادياً. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 20%، وهي من أدنى المعدلات في الوطن العربي والعالم بصفة عامة. كذلك ترتفع معدلات البطالة بين النساء بأكثر من 15% مقارنة بالشباب. أثر الحصار الإسرائيلي والعوامل السياسية في توفر فرص العمل للكثير من الفتيات، وزاد من نسبة البطالة في صفوفهن إلى جانب الشباب الذين يعانون أكثر من شريحة الفتيات. تمتلك النساء في قطاع غزة مواهب وقدرات عالية، لكن انعدام فرص العمل دفعهم للبحث عن البديل لإعالة أسرهم في ظل هذا الحصار الخانق. محمد دعور الغد، غزة، فلسطين.